السلام عليكم. فيروس كورونا وأزمتها العالمية المتفاقمة بدت بوادرة وتأثيراتها السلبية تلقي بظلالها على عالم التقنية وبشكل متسارع وخطير. وأول هاي النتائج إلغاء أهم وأكبر مؤتمر للأجهزة المحمولة MWC أو الموبايل وورد كونغرس بسبب عزوف الشركات عن المشاركة. كل هذا صار بسبب فيروس اسمه كورونا. لكن رغم إلغاء هذا المؤتمر، شاومي شاحذة همتها وأسلحتها ونزلت لحلبة القتال بأقوى سلاح ترسانتها الهاي السنة، وكل سنة هو الميتين والميتين برو. وبكل صراحة المواصفات الفنية والسعر اللي أطلقت بيهم شاومي هاي الأجهزة يخلونا نقلق على مصير الجالكسي اس 20 من سامسونج، ونرفع القبعة على شاومي على هذا الشيء. مرحبا وياكم حسن من قناة تيك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم عن العملاق من شاومي الميتين والميتين برو. ظلوا وياي. الجهازين تصميمهم مثل التسريبات الأخيرة، نفس تصميم المينوتين، وبجسم زجاجي من الأمام والخلف وانحناءات نحو الحافات تنطيك مسكة، ومسكة مريحة جدا. وزن الهاتف ثقيل عند 208 غرام، وبالتالي استعماله بإيد واحدة راح يصير مو جدا مريح. وشاومي استعمل طبقة حماية من شركة كورنينج، هي الغوريلا جلاس الجيل الخامس وليس السادس. الحافات من الألمنيوم والألوان جميلة، لكن شاومي ميزت ما بين البرو والعادي، لأن الميتين برو يجي بلونين يعني هم الأبيض اللؤلؤي والأزرق، أما الميتين العادي فيجي بالألوان التالية التيتانيوم سيلفر والأزرق الثلجي والذهبي. هنا حركة جميلة من شاومي، خلت الجهازين بنفس النوع من الشاشة وبنفس المقاس وبدون أي فرق. الشاشة سوبر أموليد بمقاس 6.67% من الإنج من سامسونج، يعني شيء جميل. شدة الإضاءة وحدة الألوان ممتازة. القطع بانش هول بشكل O بأعلى يسار الشاشة، والحلو بهاي الشاشة إنه هي تدعم الطيف اللون الأداق DCI-P3 وتقنية HDR10+. أيضا الشاشة تدعم تردد 90 هرتز وتردد لمس عند 180 هرتز. هاي النقطة الأغرب بالشاشة، تردد 90 هرتز أوكي وممتاز، صح ما يتقارن بالS20 اللي يجي تردد شاشة 120 هرتز، لكن اللي مدى أفتهمه هو تردد اللمس. ليش 180 ليش 240؟ هاي ما عندي إلها تفسير. طبعا 180 مو قليل وبالعكس ممتاز، خلوا هاي النقطة في بالكم، لكن كان من الأفضل أن تكون 240 هرتز. هنا اجينا لمصدر فخر بهذا التليفون ونقطة قلق الأساسية منه، نسخة الصين، وهي عادة ما تكون النسخة الأفضل. راح تدعم الـ 5G بكل أطيافه، المليمتر ويف والسب 6 هرتز، لأن المعالج هو الوحش من كوالكوم السناب دراجون 865. أما الشيء الأجمل أيضا فهو الرام اللي راح يكون من الطراز الأحدث من شركة مايكرون الأمريكية LDDR5، حالة حال السامسونج، لكن بسعة تبدي ب 8 جيجا وليس 12 جيجا. لكن بالعتاد أكو فرق بين البرو ونسخة من حيث الرام والذاكرة وكالآتي: الميتين العادي يجي بالكونفيجريشن الآتي 828 جيجا أو 8256 جيجا، أما نسخة البرو فتكون 8256 أو 12256 جيجا. خلوا في بالكم أيضا أنه شاومي استعملت الذاكرات الأسرع بالعالم UFS 3.0 اللي تنطيك أداء أسرع ب 40% من الذاكرة الاعتيادية الحالية 2.1، يعني من حيث الأداء أطمئنه. وخلوا في بطنكم بطيخة صيفي على قولة اخواننا المصريين. نقطة قلقي الاساسية انه شاومي تخرب هاي الفرحة وتدزلنا نسخة مو بهذا المعالج، باعتبار انه احنا في مناطق ما تحتاج الـ 5G، وتكون الاجهزة بدولنا بمعالج 730 او 855 مال العام الماضي. واكو احتمال لحدوث هذا، حطوا هاي النقطة في بالكم. هذا الموضوع واي شيء وصلنا عنه راح نوافيكم بي اول باول بقناة تيك تايم. هنا
هنا موضوع الحلقة ومربط الفرس ورأس القصيدة الشعرية الجميلة اللي كتبتها شاومي بالميتين برو. الميتين العادي برأي شاومي خربت القصيدة بإيدها، اختياراتها كانت جدا خاطئة ومصائبة. طبعا من وجهة نظري مواصفات العدسات بالميتين العادي تعبانة وضعيفة مثل ما راح تشوفون. صحيح الجهازين متحسسهم الرئيسي بقوة 108 ميجا بيكسل من سامسونج، لكن بالتقنية تترا ايزوسيل اللي تدمج 4 بيكسلات ببيكسل واحد وينطيك صورة بقوة 12 ميجا بيكسل، وليس بتقنية نانو سيل اللي تدمج 9 بيكسلات في بيكسل واحد. الجودة ممتازة وهي جودة المينوتين لكن بطريقة محسنة، وهسه راح تعرفون شلون، لان حاليا وبحسب الدي اكس او مارك فملك العالم للتصوير هو المينوتين برو. نرجع للعدسات وفرقها الاساسي وحتقولون ليش الاختيارات خاطئة. نسخة الميتين العادية 4 كاميرات، الاساسية وايد بقوة 108 ميجا بيكسل، الثانية الترا وايد بقوة 13 ميجا بيكسل، والثالثة ماكرو بقوة 2 ميجا بيكسل، والرابعة متحسس ديب سنسر او عمق بقوة 2 ميجا بيكسل، الفلاش LED مزدوج. اما نسخة البرو من المي وهاي الافضل، فالكاميرا المستخدمة من شاومي متوحشة والظاهر S20 الترا وكما يلي. الاساسية وايد بقوة 108 ميجا بيكسل، الثانية تلفوتو بقوة 8 ميجا بيكسل، والعدستين بهم تثبيت بصري ورقمي واوتو فوكس PDAF، وهاي العدسة التليفوتو تدعم 10X هايبريد زوم. اما الكاميرا الثالثة فايضا تليفوتو ب 2X اوبتيكال زوم للبورتري بقوة 12 ميجا بيكسل، والعدسة الاخيرة الترا وايد بقوة 20 ميجا بيكسل، الفلاش ثلاثي LED سوفت وهارد لايت. يعني شيء خرافي مهما يكون وضعك واحتياجك من التصوير، الكاميرات الموجودة بالميتين برو راح تغطيك وبافضل اداء. الجهازين يصورون 8K بمعدل 24 اطار بالثانية، اما كاميرا السيلفي فبجهازين بقوة 20 ميجا بيكسل F2.0. لازم ارجع واكد واذكر، وهاي ظهرت طبعا بعد اعلان الميتين برو بساعات قليلة، هي انه الميتين برو تربع حاليا على عرش الدي اكس او مارك ب 124 نقطة، وتفوق على الهواوي ميت 30 برو 5G بفارق نقطة واحدة. خلي في بالك هذا التربع على العرش مؤقت، ولعبة صراع العروش مستمرة، والامبراطور الاس 20 الترا لحد هاي اللحظة ما تم اجراء الاختبارات عليه. حاليا الي برو هو ملك عالم التصوير من شاومي وفارق نقطة واحدة عن الميت 30 برو 5G، وهاي بحد ذاتها نقطة ثانية نحيي شاومي عليها وعلى ابداعها وتحسيناتها المستمرة والقوية باجهزتها. شاومي استعملت نظام ستيريو سبيكر من سماعتين علوية وسفلية جيدة جدا بحسب الانطباعات الأولية، صوت عالي، البيز متوسط أو ممتاز، ما تدعم لا الـ HD ساوند ولا الدولبي أتموس. لكن الشيء الغريب هو حصول الميتين برو على تقييم نوعا ما عالي جدا بمجال الصوتيات باختبارات موقع دي اكس او مارك للجودة الصوتية، وباقع 76 نقطة، متفوق على الكبار من الايفون 11 برو ماكس والنوت 10 بلس وأخوه الأقدم منه المينوتين. هاي نقطة أخرى تضاف وتحسب لشاومي على التقدم المخيف بالجودة والاهتمام بالتفاصيل بأجهزتها وتحسينها سنة بعد سنة. هنا صار شيء شوية يحير، لكن أتصور سببه هو حجم الكاميرا موديول بالميتين برو، أدى أنه سعة البطارية تكون 4500 ملي أمبير وأصغر من الميتين النسخة العادية اللي بسعة حجم 4780 ملي أمبير. خلي في بالك الميتين برو يدعم شحن واير سريع بقدرة 50 واط، وشحن لاسلكي من الأسرع عند 30 واط، وشحن عكسي بقدرة 10 واط. أما النسخة العادية اللي قلنا لكم البطارية مالتها بسعة 4780 ملي أمبير، لكن فقط بشحن سريع بقدرة 30 واط، وهذا سلكي، وشحن لا سلكي أيضا بقدرة 30 واط، وشحن عكسي بقدرة 10 واط. مدخل الشحن بالجهازين تايب سي من الجيل الثاني. هنا قوة شاومي وروحها التنافسية مو بس بينت هو بقوة، وكشفت شاومي عن كل أسلحتها وأنيابها، لأنه خصوصا نسخة البرو تقترب وبقوة من الجالكسي S20 ألترا، لكن شاومي خلت سعر نسخة البرو تبدي ب $700 لنسخة 8256 جيجا، أما النسخة العادية أو الفانيلا فتبدي بحوالي $560. طبعا هاي الأسعار هي الأسعار في الصين، والمفروض تجي هاي الأجهزة لدولنا بأسعار أقل من هذه الأسعار بحوالي 100
دولار. لكن أعيد وأكرر أن النسخ الصينية هي دائما أقوى، أما النسخ العالمية فقد تجينا أرخص بسبب تغيير المعالج، وهذا اللي ما أتمناه من شاومي. وإن شاومي وصلت لها هاي الرسالة فأتمنى أن تبقينا المعالجات الأحدث. أصدقائي، أنتم شنو رأيكم بأجهزة المي من شاومي؟ وهل برأيكم المي 10 برو منافس حقيقي للجالكسي S20 وخصوصا S20 بلس والألترا لولا؟ وهل يستحق S20 فرق ال $300 سعر عن شاومي؟ هذا كان كل ما عدنا لهذا اليوم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، وإذا ما عجبكم الفيديو فديس لايك، ونشوفكم بالفيديو الجاي. في أمان الله.